ده أداء طيب وأداء متطور ويتواكب مع العصر والعمل ده احنا بنسمينه. ودايما بقى نكمل الأداء الغير مركزي عشان دايما في الصالح العام وفي صالح النقابة العامة وفي صالح النقابات الفرعية. اثنين حتى عامل رد فعل عند المحامين رد فعل طيب. وبعدين بقى الغير مركزي أهم حاجة فيه الخدمة بتؤدى سريعا جدا، يعني ما عادش في سفر، ما عادش في مواصلات، بالتالي المحامي وهو في بيته وهو في بلده بياخد الخدمة. بس يبقى برضو لازم دايما نعمل نوع من التوجيهات كده او نوع للمحامين عشان يفهموا يعني ايه اداء غير مركزي. يعني وقت انا فوجئت اللي في محامين بيروحوا مصر يعملوا كرنيهات، لا نعملها عندنا ويتطورها ازاي. يعني اقول لك العلاج اول مره من القاهره لا يبقى من المنصوره ويبقى من مطروح، فبس هي بس عمل جيد ونسمنه. ودايما التسمين ده من خلال ان احنا برضو نشوف لو في اخطاء في الاداء نصح من خلال اجتماعات دوريه مع النقابه الفرعيه والنقابه العامه. وانا شاكر لكم.